السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جاني هذا الهاتف ترند بليس الاس 7580. الزبون كيتشكى متوقف الهاتف على الشعار هنا كتشوفوا. فعلا الهاتف هنا كيبقى ظنا منه انه السبب هو الفلاش، وكيف ما هو معروف الترند بليس هاد التوقف الشعر يقدر ما يكونش من الفلاش، يقدر يكون من التاكتيل ديالو. لذلك ارتأيت انني نفتح الهاتف ونشوف التاكتيل هو الاول قبل عملية التفريش باش ما يضيعش الزبون في البيانات ديالو الخاصة مثلا التفتيش. هنا غادي نحيدو الكونيكتور ديال التاتش ونجربو. نعود للتجربة. يعني المشكل هو هو المشكل هو هو أثناء إعادة تركيب الهاتف تبين لي بأنه زر التاتش أولا مكانه، عند فحص اللوحة الأم تبين أنه هذا الكونيكتور ديال السماعة والسنسور كاين المسارات غير واضحة كيف كتشوفوا. كيف كتشوفوا بعد قياس المسارات تبين انه كلها سليمه. غادي نحاول نعاودو التجربه والكونيكتور معاك باش نشوفو واش غادي يدوز لنا الهاتف او غادي يبقى واقف على الشعار. يعني كيدوز الهاتف مزيان، يعني المشكل يا اما من السماعة يا اما من الكونيكتور. المسارات راه تم الفحص ديالها راه كتبان مزيانة دايزة. يعني غادي نبدلو السماعة ونعاودو المحاولة. انا وجدت سماعة اخرى غادي نركبها. السلام عليكم. المشكل السماعة، هذا مجرم آخر كيتضاف السلسلة ديال المشبوه فيهم لتوقف هاتف ترند بليس على الشعار. تكتير خدام، نتمنى الفيديو تستافدوا منه. الانسان يحاول يراقب بزاف ديال الحوايج قبل ما يبدا بعملية ديال التفليش.
لانه ما كانت غادي تجيب حتى شي نفع بالمره، بالعكس غادي تسبب فقدان بيانات الزبون. شكرا.